مشاهدينا متابعينا الاعزاء في كل مكان، اسعد الله مساكم بكل خير ومحبه. تتواصل التحديات والاثاره هنا على ارضيه ميدان التحدي، ميدان الشحانيه في هذا المساء وسن الحقائق. وعلى بركه الله ينطلق الشوط العاشر الخاص للقعدان الحقائق من مسافه 4 كيلومترات. نسير مع هذه الاسماء المنطلقه ومع هذه الشعارات المندفعة والباحثة عن الناموس. نسير هنا مع البداية ومع أول المراكز. هنا سياف بشعار فرج بن محمد بن حمد اللنقح المري يقدم لنا سياف على أول الأسماء وأول الشعارات. ثانيا وصل هنا القادم والمنطلق على ثاني الأسماء، هنا الفهد سالم بن علي بن فهيد الزبدان المري ينطلق هنا مع الفهد على ثاني المراكز، ثالث المراكز وثالث التحديات. وصلت هنا الأسماء والشعارات، وصل هنا على ثالث المراكز، وصل هنا ثالث المراكز. وصل ممدوح بشعار عتيق بن فران بن عتيق آل بريد المري على ثالث المراكز، رابع الأسماء ورابع الشعارات. وصل هنا القادم والمنطلق الواعي راشد بن عبيد بن راشد بن مقارح المري على خامس المراكز. هكذا هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والمنطلقة. ولكن نعود مع اللي غير وانطلق إلى البداية، هنا الفهد سالم بن علي بن فهيد الزبدان المري يغير وينطلق هنا مع البداية ومع الصدارة. ثاني الأسماء وصل سياف فرج بن محمد بن حمد اللنقح المري مع ثاني الأسماء، ثالث المراكز وثالث التحديات. وصل هنا القادم الواعي راشد بن عبيد بن راشد بن مقارح المري وفي رابع المراكز. وصل ممدوح عتيق بن فران بن عتيق آل بريد المري وخامس المراكز. وصل مبلش حسين بن علي بن حسين أبا السيقان المري مع خامس المراكز وخامس التحديات. بدأنا بالانعطاف ما قبل الأخير، وهناك الزبداني على البداية وعلى الصدارة بن عفرة على المقدمة ينطلق من يبحث عن النقطة الثانية في هذا المساء. من قدم لنا ديرة ينطلق هنا مع الفهد سالم بن علي بن فهد آل زبداني المري ينطلق مع الفهد على أول المراكز وأول الأسماء. ثانيا وصل سياف فرج بن محمد بن حمد آل لنقح المري وثالث المراكز. وصل القادم الواعي راشد بن عبيد بن راشد بن مقارح المري ورابع المراكز. وصل هنا منذر انهيان بن مبارك بن راشد الجربوع المري، وصل شعار بالعرج وخامس المراكز. وصل مبلش محمد بن علي بن حمد بن قريع المري، ولكن البداية والصراع الأول هنا كما بين بن عفرة وباللنقع على البداية على الفوز والانتصار. هنا البداية والانطلاق الأول، الفهد الفهد سالم بن علي بن فهد آل زبدان المري، وثانيا من الجانب الآخر سياف. الكيلو متر الأخير، الكيلو الخطير، النيسال بترول استيشن عند خط النهاية يا باللنقح. هنا ينطلق مع البداية مع سياف فرج بن محمد بن حمد آل لنقح المري بن عفرة ثانيا بالعرج ثالثا ورابعا. وصل هنا القادم وصل بدران عبد الله بن علي بن حمد بن جابر العزبة، وأيضا وصل هنا المنطلق والمندفع شعاق سعود بن سالم بن خجيم العذبة مع رابع المراكز. ولكن البداية والصدارة سياف، سياف على البداية باللنقح ينطلق، وأيضا وصل ابن خجيم ووصل القادم والمنطلق هنا. وصل مهيض سعود بن مسعود بن سعيد بن فهيد القطامي بن سعيد، وصل هنا على ثالث المراكز بن قطامي وباللنقح وأيضا بن خجيم. ولكن مهيض 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 انطلق يا هل القعدان
مكان خلاكم مهيض في مكان كلكم ما ترغبونه. الله 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 مهيض مهيض بن قطامي بن قطامي ينطلق مع مهيض. تهانينا والناموس لمالك مهيض سعود بن مسعود بن سعيد آل فهيدة المري مشكور يا محمد بن مبارك بن قطامي المري من يقدم لنا مهيض. تهانينا والناموس ثاني الأسماء. وصل هنا شعاق بشعر سعود بن سالم بن خجيم العزبة وثالث المراكز. وصل سياف فرج بن محمد بن حمد اللنقح المري ورابع المراكز. وصل منذر هيام بن مبارك بن راشد الجربوع المري وخامس المراكز. وصل هنا الباسل علي بن شجاع بن علي بن مسعود آلف هيدا. مشاهدينا متابعينا الأعزاء هكذا هي التحديات والمنافسة على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحنية. تتابعون مهيض تهانينا والناموس لسعود بن مسعود بن سعيد آلف هيدا المري. وأيضا نهني محمد بن مبارك بن قطامي المري من قادة لنا مهيض. والتوقيت الزمني 5:56 وجزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس لسعود بن مسعود بن سعيد آلف هيدا المري ثاني الأسماء. وصل شعاق التوقيت الزمني 5:57 وجزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس لسعود بن سالم بن خجيم بسالم العذبة ثالثا سياف 5:58 وجزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس الفرج بن محمد بن حمد اللنقح المري. فتهانينا والناموس لجميع الفائزين.